ولك تسنيم، والله لو ورجيك يا تسنيم. صاحب الأمانة اللي عندك بعت السي دي، بس مين إجا وأخده؟ بعد ما أخذوا إفادتك عملت قصة صغيرة ودخلت على الغرفة مشان نطلع إذا في شيء مكتوب عنك، يعني إذا في ملف أو دليل محطوط ضدك. لا، شو هالمصيبة اللي وقعت فوق راسي؟ ما بعرف. اهدى شوي يا عدنان، اهدى شوي. شو اللي عم يصير حوالي؟ شو اللي عم يصير حوالي؟ ما تهتم، بدي منك تهدى شوي وتروق. وين كان هذا الكافيه؟ انتي ليش عم تعملي هيك؟ ليه عم تزعلي من الحكي اذا كان عليهم؟ الموضوع ما له علاقة فيكي، ليش عم تتضايقي؟ كيف ما إله؟ ما إله؟ بلال انت ما عم تسمع حكيك، عم تكسرن وتجرحن. لا تطلع على القصة من طرفك. لهلأ كتير شغلات ما بتعرفيهم. شو هو اللي بدي أعرفه يعني؟ مو على أساس أنت ما بتخبي عني شي بالمرة؟ يا سيدي رح أقلك شغلة، اسمعني منيح. بدي منك انسى، وين الدكتور اللي كنت عم تكذبي علي فيه؟ عم تضحكي علي؟ ما بكون رجال اذا ما بخليكي تندمي. شو عم تعمل يا اغا؟ فرجيكي عم تكذبي علي؟ ها؟ فهميني كل اللي عم بعمله معك، شو بيطلع قدام كذبك علي؟ احكي وليك احكي. اغا عيب، الكل عم يتطلعوا علينا بلا ما يبلغوا الشرطة. انت حسابك بعدين قاسم، ما نسيتك لسه. قومي ولي، يلا قومي، امشي امشي. راح يموت من الخوف. نتواجه يا معلم، نتواجه. دكتور قلتي؟ دكتور انت على شو ناوي يا تسنيم؟ احكي احسن ما موتك، احكي. صاحب امانتك باعت السي دي على المخفر والحمد لله ما شافه لؤي. تسنيم وين السي دي يا تسنيم؟ عند مين حاطتيه؟ مين يلي اخذ السي دي مره تانيه؟ يلا احكي ولك. والله العظيم يا تسنيم وبشرفي هالمره رح اقتلك، واللي بده يصير يصير. ولك انا تعبت من كتر ما وجعتك. انت ما تعبتي من الوجع لسه؟ حكيت معك ما فهمتي، ضربتك ما فهمتي، عطيتك اغراض ومصاري ولا على بالك. احكي شو بدك مني، يلا احكي. بدي اياك يا اغا تموت، خليك انت وعايش تموت. بدك ياني موت؟ ما هيك الف طلب مثل هالطلب. ايه خلينا نشوف، لنشوف شو اللي بده يطلع بايدك. بدك موت؟ اه تكرمي تكرمي. حلوة كتير. كيف مايا؟ والله ذكرتني، كنت بدي اتصل فيها ونسيت. مو على بعضها بنوب، واضح انه مزعوجة. مو مزعوجة ولا شي، قال معدتها زعجتها وما راحت على المدرسة. ايه حبيبتي نعم. هلا كيفك ماما؟ منيحة متحسنة امي. موبايلي رح يطفي. خالي
خالي انت شو عملت؟ خير شو صاير؟ انت عزمت هداك الشاب عبيتك؟ بلال احكي مثل الناس لشوفوا، اذا ما بدك تحكي هيك روح من وشي احسن لك. اسمع خالي، اوعى ترفع صوتك. ليش عم ترفع صوتك قدامي ولك؟ بلال انا كنت مفكره انك صافف مع اخواتك. اسمعي ما بيهمني ابدا شو مفكره انت، انا عم بحكي مع خالي فراد. بلال نعم قلت انه هي اختي وعملت واجبي واللي بعرفه كاخ كبير، بس عايدة شو عملت؟ انا هذا اللي بفهمه وفكروا على كيفكم. بلال انا عم حاول افهم الموضوع، لهالسبب انا ساويت هالعزيمه. طالما هيك ليه ما عزمتوني انا؟ مو انا اخوها الكبير؟ ليه ما عزمتوني الي؟ ولا بالحكي انا اخوها وبالواقع ماني موجود ابدا، يا اخوها بالفعل يا اما لا. طالما ما عم تفهمي الوضع هون رح فهمك. خالي كان بالمانيا لهيك يمكن يكون نسيان، وانت كنتي باسطنبول ما قلنا شيء، بس طالما هلا عايشين بهالفتي عرفوا وين صرتوا. البلد هون ما بتقبل هالشغلات، بدكم تعرفوا منيح مين انتوا وشو اصلكم وما بدكم تنسوا، وما بيصير توسخوا اسمنا وكنيتنا بهيك قصص. بلال شو اللي عم بسمعه؟ يا احكي مثل الناس يا روحوا منتحكى بعدين يا ولد. ممتاز، عم تقلعني من بيتك مشانهم ما هيك؟ على كل ما رح انسى هالشي. قولي لهديك بنتك ما بعرف ليش عم بحكي لسه. عائشة وقفي اسمعيني شوي. سمعتي اللي لازم اسمعه وقلت لازم افهم. فتون خلص طولي بالك، يعني لساته ولد. شو هاد ناري؟ شو في ملاك؟ ليش مستغربة؟ ولا شي، بس شو هاد اللي عم بتساوي؟ أنا مو متعودة أشوفك هيك، أنتي ما بتشتغلي هيك شغلات بنوب. الظاهر رايقة ومبسوطة. بلال أهلا وسهلا. لشو قالي بوشك؟ خير شو في؟ لا أبداً ما في شي، ما نمت منيح بالليل، بدي جرب بلكي بنام. بلال عم قلكم ما في شي. نارينا عادي تركي، مبين إنه متضايق وبده يقعد لحاله بعدين بتحاكي. بنتي لوين؟ يا الله شو صاير فيهم هدول اليوم؟ هاي ما راحت على المدرسة مع أخواتها. لسه ما بدك تحكي؟ ما في شي لحتى أحكي. شو يعني ما في شي؟ من وقت ما التقينا ما حكيت ولا كلمة. نزار لا تخبي عني شي لو سمحت، لا تترك إسرار بيناتنا، نحن توعدنا إنه ما نخبي عن بعض أي مشكلة شو ما كانت. لو سمحت طيب أنا بعرف أنت ما عم تحكي مشان ما تزعلني، بس أنت لسه زعلان من المجنون اللي اسمه عدنان. قلت لك أنا آسفة عن جد، أنا ما كان بدي يصير معك هيك بالمرة، بس هدول المجانين هيك. أنا من الأول كنت بدي خبرك كيف نحن عايشين معهم، أصلا أنا لهيك كنت بدي أهرب على اسطنبول. ليكي عايدة عن جد ما في شي، وضعي هلأ ما له علاقة فيكي أو باللي صار مبارح بالليل. أنا ما اهتميت بعدنان. ليش ساكت لكان؟ ليش ما عم تحكي لي شو في؟ شو هو هالشي اللي ما عم تقدر تقليه؟ أنت معامل أي شي يعني، وهي هيك منها لحالة حبتك وتعلقت فيك. شو عم تحكي عايدة؟ الشغلة واضحة، لو ما أنت عطيتها وشو طمعتها ما ساوت هيك. طبعاً لازم الكل يحبوك، هيك حضرتك بترضى،
وأنا شو بيعرفني إنه رح تفهمني غلط؟ ما عملت شي معها أبداً. إيه طبعاً، بتقول إنه هي صغيرة وإنت ما عملت شي بنوب، وهي لوحدة حبتك وفكرت فيك. ما مثل ما بدك، تخانقنا أنا وأخي مبارح. وليش ما خبرتني إنه هيك من الأول؟ كمان هو عم يقول لك إنه ما بيصير نشوف بعض؟ لا، ما عم بيقول هذا الشي بنوب. خلص لا تشغلي بالك، الظاهر زودتها كتير وزعجتك. بوعدك ارجع مثل الأول. عايدة، الليلة انت معقول تبطلي توثقي فيني بشي يوم؟ لا، لأنك بتضل عطول نزار اللي أنا بعرفه. تعا خليني أعزمك عشاي. عدنان شوفي، بعد اللي صار اليوم ما حدا بيفتح تمه وبيحكي معي كلمة، حتى لو بتشوفوني عم اقتلها. عم تفهموا علي؟ كانت عم تكذب علينا كلنا، موضوع الدكتور كله كان كذب واحتيال. من هلا ورايح رح تاخد كل اللي بتستاهله، ما بدي اشوف حدا منكم عم يحكي معها. عم تفهموا مو؟ عدنان وقف، شو رح تعمل؟ لا تتدخلي امي، كنت بدي اعمل ابشع من هيك، بس خليها تقوم وتقعد وتدعي لك. اليوم رح تشوف شو بدي اعمل فيها. امشي عاصم، بعد من طريقي. ولك أنا قلت لك بعد، ما عم تفهم؟ أمينة امشي. بوس ايديكم وقفوه. عدنان شو عم تساوي؟ طالعة على غرفتها وبعدين. ممكن تزعلي عليها وتقولي خطي؟ هي جاوزت كل حدودها معنا وطفح الكيل. الخانم عم يبعتها على الدكتور للطيب وعم نأمن لها كل شي، وهي شو عملت؟ عم تفلت على كيفها وتدور على راحتها. معتبرتني ولا شي، مو موجود، مستخبيتنا كلنا وماشي. أمي تركيها بقى، تعي حركي. عمي حركي حركي، عم قلك يلا يلا. عائشة عائشة، شو نيبال؟ وين هيك انتي شاردة؟ ولا شي، ما في شي ابدا. شوفي قولي. ما في شي، انتي ما تاكلي هم. طيب ماشي. الو عايدة. شوفي عائشة، معلش شوفك شوي. طبعا، انا بالحديقة اللي عند النهر. ماشي انا جاي. نيبال انا بدي روح شوفها. طيب حبيبتي. هي حبيبته لبلال، علاقتها مع مايا احسن، بس قال بدها تشوفني مشان موضوع. ما بعرف. للصراحة هذا هو مكانك، ما قدرت النعمة اللي معيشك فيها، وما عرفتي تستغلي الفرصة اللي بين ايديك يا غبية. مين هذا صاحب الأمانة؟ وينه السيدي؟ بدك تحكي لي كل شيء. لبين ما تحكي وتجاوبيني على كل هالأسئلة هاي، ما في تطلعي من هون يا تسنيم. عم تفهمي؟ ايه؟ السيدي ما نو عندك، وإذا قلتي قتلت مراد ما حدا بيصدقك. حتى هذا الكارت يلي كان بين إيديك لتعيشي خسرتيه. إليلي شو أعمل فيكي؟ شو رأيك قتلك هلأ وارتاح من قصصك؟ ها؟ شو تسنيم؟ لما النار يلي حواليك تضيق أكتر رح تشوف كيف رح ترمي حالك من هون لهون. بس انت خلص لا تشغل بالك، رح خليك تشوف أكبر خوف بحياتك كلها. هلأ خليك مطمن ومفكر حالك انت الربحان.
أنا رح فرجيك بعينك مين اللي رح يربح، مشان شوف هالشي بعيوني. مستعدة أبقى هون كل حياتي. أنا بالأبو مرتاحة كتير، بس أنت رح تموت أكتر مني بمليون مرة يا آغا. عدنان، كيف بتحطها بالأبو وبتقفل عليها؟ أصلاً هي عقلة جوزتين بخرج، شو بدك ياها تجن على الآخر؟ عدنان، أمي معها حق، مو خطأي والله كتير هيك. أنت ما دخلك، لا تحشروا أنفكم بكل شي. يلي شايفينا مجنونة، عم تلعب فينا وتتسلى علينا كلنا. خلاص أنا أخذ قراري، نحن مفكرين الخانم عند الدكتور اللي يعالجها، وهي بعنتاب عم تتسلى. هذا جزاء لحدا يتدخل، طول الوقت وهي عم تضحك علينا. بدك أسكت وأتركها تطلع على غرفتها؟ معقول ما تتعاقب يعني؟ مايا؟ طالما طلعتي لبرا تحسنتي معناتها. يلا تعي قعدي معنا شوي. لا، ماني حاسة حالي بنوبة منيحة، خليني أرجع بكون أحسن. ما بقبل بهيك شي مايا، أصلاً أنا كمان بعد شوي بدي أمشي، منرجع سوا. بعدين مبارح نحن ما حكينا. عايدة لو سمحتي. مايا يلا. أهلا وسهلا. بلال، معلش فوت شوي. ايه ادخلي. في شي عم تفكر فيه بلال، هذا واضح، بس انا ما رح اسألك شو هو ابدا. اذا بدك انت رح تحكي لي لحالك. تسنيم رح تجننه لعمك، بتعرف مو هيك؟ قايلة إنها عم بتروح لعند الدكتور وهي عم تطلع وتدور بعنتاب، وعمك مسكها طبعاً. جن عليها وطار عقله، لو تشوفه ما كان عم يقدر ياخد نفس، حط بهالأبو وقفل عليها. بلال، شو أنت لساتك عم تفكر بيلي عملته عايدة ما هيك؟ لا تفكر، لا تهتم بالقصة. اي نعم، ولهيك انا وعائشة تخانقنا. عرفت ليش معصب وسألتني انا شو بنظرك؟ شو هالحكي؟ ما لازم تقارن حالها بعايدة، هي بنت البلد، معقول هالحكي؟ بعدين هداك الولد ما حدا بيعرف من وين جاي. ما عم بقدر امي. بعدين عائشة بالنسبة إلي مو بس حبيبتي، هي مكتوبة عجبيني. المرة والرجال مكتوب شخص واحد عجبينهم، ما هيك؟ انتي مكتوب عجبينك مراد شانفاردي. هو سائح، بس صار له فترة منيحة مو مبين. عايدة خلصنا. شو عم كذب؟ بده يتصل ما هيك؟ أصلاً اتصل. كيف يعني؟ معقول يحكي وما تخبريني بنوب؟ مو هو سائح، بالآخر رح يروح ويمشي. يعني انكتب لحكايتنا قبل ما تبلش تخلص. هاد واحد غبية عن جد، غبي ما هيك نزار؟ والله أحياناً ما بقدر أفهم جنس الرجال. هو لقى بنت مثل الفلة، حلوة وذكية، شو بده أكتر من هيك؟ ولو مرحبا. صحي أنت شو كان بدك مني؟ معلش نتمشى ممكن؟ نتمشى وأنا رايحة. لا خليكي شوي، أحسن ما يضل نزار ويمل لحاله هون.
مايا، ممكن نحكي؟ ايه شوفي، انا حابه احكي معك بخصوص بلال. يعني السيد عدنان الصغير بعتك مشان تحكي معي؟ ليكي عائشه، انا ما بدي اسمع اي شيء بخص هالزلمه. بس بلال ما عنده خبر انه جاي احكي معك. يعني انت هلا جاي تصلحي بيناتنا ما هيك؟ انا ما بقى بدي احكي معه بحياتي. عايدة روقي. طيب قولي اللي بدك تقولي وخلصيني. اسمعي، بعرف انه بلال غلطان باللي عمله، بس هلا هو ما عم يقدر يفكر منيح، لهيك تجاوز حدوده. بس هو خجلان كتير من اللي عمله، ولهيك اجيت اعتذر منك باسمه. ما عم بقدر افهم كيف وحدة مثلك بقياني لهلا معه. اللي عملتيه تصرف حلو، بس بصراحة انا ماني ناوية اني سامحه. لا تواخذيني. وانا كمان صدقيني ما عم بفهم كيف عطيتك هالامل بنوب، بس هو يعني اذا بدر مني شيء وانت فهمتي غلط بعتذر ويا ريت تقبلي. ما بدي اياك تكوني زعلانه بسببي. مو مشكله. كيف مو مشكله؟ معقول هالحكي؟ انا المفروض اعتذر؟ هذا مو ذنبك انت، وكمان مو ذنبي. انا شفتك وحبيتك، على القليلة هيك فكرت. ايه بس خلص، كل شي صار منتهي. مايا ارجوكي ما تبكي. كيف ما بدي ابكي يا نزار؟ هاي اول مرة ما بعرف شو بدي اعمل. انا هاي اول مرة بحياتي بعرف الحب. هلا مو مهم هالحكي، ما عاد ينفعنا بشي بنوم. اسمع، اوعى عايدة تعرف بهالشي، عم تفهم؟ هي ما لزم وما بيجوز ندريها بالموضوع. انا بتعود ومع الايام ممكن انسى، بس المهم اللي صار يبقى سر بيننا. ما بدي عايدة تعرف فيه ابدا، اتفقنا؟ وكمان تتذكر أول مرة تعرفت عليك وقتها كنت عم اشتري غراض لجواد ومصرياتي ما كفوا، وقتها أنت كملت لي المصاري. خدهم، ما بدي إنه يبقى علي ديون. خدهم حتى ارتاح، وانا رح اترك حالي للزمن، اكيد بنسيني. مايا شوفي، تسنيم اجت على البيت؟ ايه هي اجت، بس عدنان حبسها بالمخزن. حبسها بالمخزن؟ ليش؟ بتقول انها رايحه لعند الدكتور وبتطلع بالدور. طبعا هذا ما صح، بس ما يعاقبها هيك. انا اجيت شوفك مشان نحكي بموضوع تاني غير هاد لؤي. اي طبعا نارين نحكي. بصراحه حاسس ما رح تحكي شي منيح. بلال، بلال قال لي اسم مراد على جبيني مكتوب، وطالما هيك عم بفكر ما بعرف كيف بدي فهمه اني رح اتجوز من حدا تاني. يعني هو واثق فيني، عم تفهم؟ ما بعرف شلون هلأ بدي صرحه واحكي له الموضوع، رح اصدمه. طبيعي انه بلال يكون تفكيره هيك، بس الاهم هو وضعنا وشو ممكن يأثر عليه. يعني عواطفك وأحاسيسك.
العمى ما بعرف يعني، بس عن جد أنا ما بعرف شو بدي أقول، كأني بحاجة لشوية وقت لفكر. يلا معي احكي لي شو في. والله عادي، طول الوقت كنت عم بحكي له عن قصتي. عايدة بدي امشي، ما قدرانة ضل هون تعبانة، بدي روح على البيت ارتاح شوي. طيب يلا باي. شو زعلانة بسببه لهاد؟ لو بيوقع بين ايدي بدي نتفه تنتيف. مايا روحي وعمري، مو ممكن خليها زعلانة وعم تبكي. وين بلال ونارين؟ قال ما بدهم يتعشوا، فاتوا على غرفه. أخ ما عاد تهنينا بشي بهالبيت، يا ترى مين السبب؟ أوه هاي وصلت المنزعة، ردينا عليكي وبعتناها على الدكتور تتعالج، وبدل ما تروح على الدكتور صارت تفلت بالشارع. وين تسنين؟ حابسها بالمخزن. شو عم تحكي؟ لقيت اللي بتستاهله، عم قلك بالمخزن، وكل شي ما بيعرف حدوده محله هنيك حتى تعرفوا بقى. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ كنت ربطها بالجنزير، ما بيكفي الحبس. لك شو هالتخلف؟ كأنه من العصر الحجري. قدرية خانم ما رح تقولي شي؟ تفضلي، هيا وامتي أمي عن الأكل. الدور عمين؟ خليكن غرقانين بوسخكن يا. ما حدا يفكر يروح لعندها. ما رح رد عليك. بدك تردي عم تفهمي؟ لما بعاقب مرتي انت بتضلي على جنب وما بتحكي، لا تتدخلي بشغلي ما لك فيها، روحي التهي بحالك، اصلا هي محبوسه هنيك بسببك انت. اتركني ولا تتدخل. طلعي فيني. اغا لا لا تعمل هيك، حساب خاطر امك كرمال الله هلا بكفي. مايا لا تضلي عم تفكري بالموضوع، ما بتحمل شوفك هيك عم تبكي. لو تعرفي شو اللي صار بأرض ديار، هذا عدنان المجنون حبسها لتسنين بالمخزن. معقولة هالعملة هاي؟ عن جد هالرجال واحد أهبل. تسنيم فتون، شلون بيعمل هيك معك؟ أنا رح طالعك من هون. مو مشكلة، هلأ خليه يساوي اللي بده اياه. بالنسبة إلي هي فترة وبطلع، بس ما رح تروح غير عليه. شو يعني هالحكي؟ أنت مستحيل تصدقي اللي بدي أحكي. لا لا ما رح تصدقيه. تسنيم بكفي خلاص، كل مرة نفس الحكي بتقولي، خلصيني واحكي. اصبري هلأ، ضل شوي اصبري. حتى لو أنت وافقت ما بقدر ضيع ابني اللي رجع لي مرة تانية يا مراد. شو بدي أعمل؟ كيف بدي حل هالقصة الصعبة؟ هاي أول مرة بحياتي بفهم شو معنى أنه الواحد ينحب عن جد، وهي أول مرة بحياتي بشوف حدا عم يضحي كرمالي لأنه بيحبني وبده إياني. كيف بدي أرجع الوحدة مرة تانية؟
قادرية خانم، مو صحيح إنه تسنيم تنحبس بالمخزن. كيف بتسمحي إنه يصير هيك شيء؟ يا ستي شو ما كان اللي عملته ما بيصير تحبسوها. واللي عملته تسنيم مو صحيح. يعني إذا هي غلطت بتردوا على الغلط بمثله؟ قادرية خانم أنتي ما رح تتصرفي؟ ما عاد بدي اتدخل بشي ابدا بهالبيت يا فتون. عدنان وتسنيم يعملوا اللي بدهم اياه، خلص انا ما عاد الي علاقه، شو ما صار يصير. الو، مساء الخير يا عدنان اغا، كيفك؟ مين عم يحكي؟ مراد اغا بيسلم عليك وبيقول لك عن قريب رح نلتقي. الو الو، انت جنيت؟ ليش؟ مو جبت لي وردة على البيت؟ لا. مين بده يكون جابها؟ ما بعرف. طيب، ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. الو سيدي، دقيت لك كتير ما رديت، يظهر في مشكلة بموبايلك. مثل ما أمرتني رجعت على قضية رجب، طلع مزبوط مقتول بالسجن، وواحد من المساجين اعترف بالجريمة، والشي الغريب انه هو انقتل قبل ما يطلع قاسم بليلة من السجن. تمام، بدي تفتشوا بيت رجب وتسألوا كل اللي بيعرفوه. سيدي في حدا حرق بيته لرجب. فتون، عدنان عنده وساخات أنا بعرف وعم يغلط، بس إنه هديك الشغلة يكون هو عملها ما بصدق. عقلي مستحيل يقبل، ولا قلبي بيقبل صدقها أبدا. قصدك إنه يكون عدنان قتله لمراد؟ هذا هو الموضوع؟ إيه، أنت ما بتصدقي هذا الشيء ما هيك؟ هالسؤال يلي عم أسألك يا هلأ عم يحرق لي قلبي وبخاف إني أسأله لحالي. قدرية خانم، أنا حاسة بشعورك كأم، بس لو ما كان براسي كل هالأسئلة ما كنت لحقت هالشغلة لليوم. أنا حكيت لك كل الاحتمالات وكل الشكوك اللي جواتي ببيت فرات. إجاني اتصال إنه مراد حجز لست أشخاص مع بعض وقتها. الشخص السادس بلال، معناها كان بده يعرفنا عليه. مراد كان بده يعرفكن على بلال، هيك كان مخطط؟ كان بده يعرفكن على بعض؟ بالضبط، كان بده هيك.
يعني مراد كان بده يحكي عن ابنه؟ يعني هاي كانت أمنيته؟ فتون لازم تعرف انه بلال هو ابنه وماله ابن نارين. بلال مانه ابنك انت، بديتك يا حقير. ليش قتلت مراد آغا؟ شو صار بالقارب؟ قول عدنان. انت قتلت ابي؟ مراد آغا بيسلم عليك وبيقول لك عن قريب رح نلتقي. بسم الله. عاصم؟ عاصم ما عم يجاوبني وأنا عم ناديك؟ شبك ولا؟ عاصم، أنت شو جاي تعمل هون؟ ليش قتلته؟ بابا انت شو حكيت؟ انت ليش قتلته؟ عاصم، انت شو عم تخبص وتحكي؟ شو في قلي؟ عمي مراد انت قتلته.